السلام عليكم ورحمة الله. هاي التجربة الثانية من مادة البروتوكولات العملي. راح ناخذ اليوم إن شاء الله البص توبولوجي. البص توبولوجي عبارة عن إشني؟ عبارة أحد أنواع التوبولوجي البسيطة، يعني أبسط الأنواع يعتبر. الحاسبات كله، جميع الحاسبات يكون مرتبطة مع بعضها عن طريق كيبل رئيسي. طريق كيبل الرئيسي يسمى بص. هاي اهم فقرة بينه. والاشارة يعني يرسل واحد يرسل الاشارة الى مثلا هاي الحاسبة، يريد يرسل الى هاي الحاسبة فيرسله، راح يروح للكل. الحاسبة اللي يريد يصله هو فقط ياخذ الاشارة، البقية يسووا له دروب، يعني ما ياخذونه، بالاعتماد على الاي بي والماك مال الحاسبة هذا. اما اذا ظل الاشارة يعني ما اخذوا احد، من يصل هنا بنهاية الباص ترمينال هذا يسوي له دروب، يشيل الاشارة، اشارة مالته. اما اذا حاسبتين ارسلوا وبنفس الوقت، ايش راح يصير بهاي الحالة؟ راح يصير كولجن، راح يصير تصادم. فوائد او هاي الباص توبولوجي اللي هو راح يكون رخيص. ليش؟ لانه راح تحتاج فقط كيبل رئيسي وسهل التنصيب يعني. اما الديس ادفانتج مالته راح يصير ايشني؟ اذا قطع بالكيبل الشبكة كله يتوقف، وصعب إيجاد الخطأ يعني، لأنه ما تعرف بأي نقطة صار. وعدد الحاسبات يكون محدود، يعني نستخدم باللان يعني بشكل عام. هذا لما يصير شبكة كبيرة ما تقدر تستخدم بس توبولوجي. في مادة في برنامج الأوبنيت راح ناخذ بس توبولوجي using أوبنيت بروجرام. هاي التفاصيل إن شاء الله هسه راح ناخذه بالبرنامج. روح على برنامج الاوبنت، كليك يمين، run as administrator. accept file new project. اسم البروجكت، بروجكت نين مسمينه بس توبولوجي، نعرفه. قوله اوكي، نيكست، اختار اوفيس، نيكست. مساحة العمل اكس 100 والواي 100، راح نسويه 200. هذا ليش؟ لانه مثلا راح نختار طول الكيبل 175، فالمفروض طول الكيبل يكون اقل من مساحة العمل. نقول له next. هون ايش راح نختار؟ ايترنت كوكسيون، ايترنت كوكسيون. هاي نقول له yes. next finish. نجي هسه هاي ما نحتاجه، نجي وين؟ على التوبولوجي، حط topology فوق وعلى repeat configuration. نختار الconfiguration، عندنا باص وعندنا المش وعندنا الرينج والستار والتراي. احنا نختار الباص، نقول له next. نيجي نود موديل، ايش راح نستخدم؟ ايترنت ورك ستيشن، ايترنت كوكسيل ستيشن، ايترنت كوكسيل ستيشن. اللينك موديل راح يكون اكيد ايترنت كوكسيل. عدد الحاسبات number of ليس 20. المود ايترنت تاب نهايته. عندك هاي هوريزونتال، يعني راح يكون الكيبل هاكت على العرض والحاسبة على الاطراف، فيرتيكال بالعكس غير نستخدمه. عندك عندك هاي الاكس، بعد الحاسبة، بعد الحاسبات عن بعضه، فنقول 20 مثلا. هاي الواي، موقع الشبكة بالنسبة للشيت، خلينا 50 مثلا.
الباص طول الباص كيبل كوكسيال كيبل 175 مثلا، والتاب طول او بعد الحاسبة عن الكيبل. كل حاسبة نقول له اوكي طلع عنا يا هاي. نيجي هسه هاي الباص مالتنا وهاي الحاسبات 20 حاسبة. نيجي على نقف على الباص نقول له كليك يمين edit attribute advanced، وين نروح على advanced، بعدين نروح على الموديل ايثرنت كوكسيال، بعدين على الايديت فنختار اشني ايديت كوكسيال ادفانتج ادفانسد العفو، نقول له اوكي. من نقول له اوكي اش نختار احنا ركز وياي، نروح على وين على الديلي، هنا الديلي نقول له ايديت، راح نخلي الديلي 0.01 سكند. خوش مثلا نقدر نغير التكنس مال الكيبل كوكسر، خلينا نقول 3 3، ونقدر نغير اللون حتى يكون واضحة مثلا هذا اللون، نقول له اوكي. اهم شي عندنا وين الديلي، نقول له اوكي. هسه نجي على احدى الحاسبات كليك يمين علينا، احنا عندنا 20 حاسبة وما وحدة وحدة راح نروح على الستيك مالته، لا نختار احدى الحاسبات نقول له select similar node، يعني راح يختار الكل. شوف نرجع على الحاسبة لو كليك يمين نقول له edit attribute اول وحدة يختار لنا، نروح على الترافيك ايش عندك start time constant هاي يضل 10 start time نخلينه، نجي على on state time راح نسوينه exponential بس نضغط عليه نقول له constant نسويه 10 اوكي. ال off time هم constant 0 0 نقول له اوكي. نروح على package generation على package، نروح على travel time كليك يمين علينا يطلع لنا prompted attribute to high level، نقول له prompted نقول له اوكي. هسه كملنا شغلنا باي مكان فارغ كليك يمين choose individual global، نروح على global ايثرنت كوكسيال عندنا نشوف الديلي ينفع على الديلي، وترافيك عندنا receive وsend، نختار traffic received package per second، نختار traffic sent package per second نقول له اوكي، وروح على run علامة run تعرفوا نسوي لنا run اكتمل عملية run، راح نعرض النتائج كليك يمين بأي مكان فارغ نقول له view results، نروح على global ايثرنت ديلي اكو ديلي ترافيك اكو ترافيك سورس اكو سورس، راح نسوي شو هاي النتائج اللي حصلنا عليها. هاي ايش معناته من النتائج اكو ديلي؟ ليش اكو ديلي؟ مثل ما قلنا راح يكون خلي هذا خلينا نجور خوش حتى تشوفون اكو ديلي، السبب لانه عندنا 20 حاسبة فعدد الحاسبات يأثر على الشبكة هاي واحدة. شغلة اللخ الديلي اللي خلينا اللي هي 0.01 سكند، اذا نقلل الديلي راح يقلل الترافيك. شغلة اللخ ليش يصير ديلي؟ لانه من يرسل حاسبة البقية الحاسبات يروح على وحدة وحدة عليهم اللي يريدوا اللي يريد يصل مثلا يرسل من نود 0 الى نود 11 فيرسل اشاره، الاشاره يروح برودكاست للكل بس النود 11 ياخذ الاشاره البقيه يسوي له دروب. اما اذا بنفس الوقت حاسبتين مثلا نود 0 والنود 15 يرسلون اشاره الى نود 10 و9 مثلا او 10 و11 فايش راح يصير؟ راح يصير احتماليه الكولجن راح يصير اشاره
اثنينات من نفس الوقت، فراح هذا يسبب لنا الديلي. هسه هاي النتيجة مالتنا، نخلي هالشكل. خلي نرجع وين على الكيبل الرئيسي هاي، كليك يمين edit advanced، نروح عليه وين نروح على delay 0.01، نقول له edit، نخلي نسوي له 0.001 مثلا، نقول له اوكي. راح نرجع نسوي run، سوي كلوس، سوي فيو ريزلتس، سوي شو، خلينا هاي جوا. هسه هاي ثاني واحدة، واللي قبله كان هذا. إذا تلاحظون هوني بالإنترنت كنت بالديلي، من قللنا الديلي قلحنا الديلي كذلك. شوف هوني كان بين 0.5 إلى 1، صار بال 0.05 إلى 0.1. نغلق هاي، نغلقه، إن شاء الله يكون واضحة. شكراً.